شلونك يا حمص؟ شلونك؟ من سنة وانت بالحصار كيفك وكيفن الأولاد؟ الحمد لله. البيوت اللي مدمرة فيها خشب من طالع الخشب اللي تدفى فيها. بابا عايشين هون ناكل برغل رز فاصولية نعمة. اشتهي أكل البندورة والخيار كل يوم. هاوي ما بيهدم الهاوي. ما عندي لا العب ولا طابع. ما إذا نلعب في خصب بيقولوا لنا فوتوا نفس الأرنا ما في شيء نعمله باللي صار إلا نعود هيك نسمع الهاوي. الله لا يوفقه. بدنا نعيش نروح المدارس ونلعب ونفرح لنا أطفال. كيف عم يشربوا وياكلوا وبآخر النهار بشو عم يحلموا؟ بس خلونا نفتحوا لنا الطريق مشان نطلع نتعلم وندرس. يلا فتحوا الطريق. بدأ الطريق. أنا انحرمت من الرابع والخامس. هلا راح أفوت بالسادس ولا لا ما درست هدول الثلاثة. بابا تجيب لك الطال كمان حتى تجي الأبطال والسمك. أنا عندي شبحة حب الفراوش موز. عندنا بس مثل مصيص. لا مصيص على حليب. سأل يوسف ومريم وأسامة كل فئاتين سألتهم كثير. أنا اليوم كملت السنة وانت مقطوعة عن العالم. أولاد الناس بالمدارس عم يدرسوا وبالملاعب عم يلعبوا، وانت أولادك وينهم وشو عم يساوي؟ عم نلعب وميضة ومقيضة. عم نلعب. بدي اشتري واكل لحمة وصادي كل شيء. ما حرام نحن نحرم من رفقاتنا واصدقائنا واهلنا. ولو بايده يقطع الهوا كانوا قطع علينا. يا حمص العالم نايم وانت وحدك اللي فايقه وعم تغني له. نحن باذن الله منصورين.